خلف هذه الجبال تمنع المقاومة الشعبية محاولات ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع من التسلل بغية السيطرة على جبل الحمام ونجد ثوجان جنوب مديرية القبيطة. عدد من المحاولات المستمرة نفذتها الميليشيا للسيطرة على هذه السلسلة الجبلية التي تكمن أهميتها في موقعها الاستراتيجي المطل على شمال قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج. في جبهة القبيطة الميليشيات تحاول التسلل في هذا الأسبوع خلال 5 أيام، تسلل على سيطرة جبل الحمام وجبل نكبوغان المطلين على العند مباشرة، لكن يقظة الأبطال في الجبهة هم لهم في مرصاد يصدوهم. شرق مديرية القبيطة تستمر الميليشيا في قصف مناطق كرش، كان آخرها استهداف جموع مصلين في مسجد بقذائف الهاون غرب كرش، مما أدى إلى مقتل أحد المصلين وإصابة آخرين. تصعيد القصف العشوائي من جهة وتزايد وتيرة محاولات التسلل على أكثر من جبهة شمال محافظة لحج ينذر بفصل جديد تنتهجه الميليشيا في سير معاركها التي تحاول من خلالها اختراق الخطوط الأمامية والدفاعية للمحافظات المحررة.